رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ولو عندنا وجدنا كتاب في حسن مسلم الأذكار حسسكي ويا بعد السلام تاوى إنت للسلام نقصا من كهر فقوى مركا للسلام لقى السلام نقصا من الصلاة صلاة حقيقة وحبها يسا أستغفر الله ثلاثا ست حمر. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. سد أحمر أستغفر الله إلهي يؤيد بطاف. اللهم أنت السلام إلهي يؤل السلام أهو بالبادي أرنبت قلي آياته نصحان إيو أبونا كنبت قلي ومنك السلام سلام دئي بالبادي ذا حق هذه كثم هذا تباركت خير كاقابط يا ذا الجلال والإكرام. مدك جلالك إكرامك كرامضا يدغض أصاحبك أهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أيضه ساهدنا اللهم لا مانع إلهي وحمن عنكر أودي ذكر مبجر لما أعطيت وحبي تبحث ولا معطية وحبي حكرا مل لما منعت وحد من عزتي ولا ينفع ومطرت ذا الجد من هضنت لما يدخ يمسيب الصاحب منك الجد لافت يجدك يقضي كل حقه أهذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أيضه ساهدنا وثلاثك قضى لا حول ولا قوة إلا بالله حيلتي أود أن عقلي يدين تأغر عن مله إلا إن تقسى عزماهن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. إلا ما هي إله كلمة جر من عبدين إلا أسق ما هن وله النعمة نمع أيا أصغناتي إلهي وله الفضل فضل أسق أصغناتي وله الثناء الحسن أمان ونكسا لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أنا أخالص يلين إلهي دينك هكاسك كافرين تهب كراستي وعادها إسا سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 صدن يسد حمر وحقب قلين إسا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وعاكل أقرن إسا سورة إخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأمرك إنه انصف لنا ربك ربك أغن نصفي نجح ميا نيما ميا تهب ميا نوشك محمد إلهك محوك السمي سيحي إلهي ما سؤدك يقول له يا خير خلق الله هو الله أفقوا إلهي أحد ومن كدئس الله الصمد إلهي الله صمد أهو السيد أهواي أما صمد واي الله أمورها الله بندكتو أحواج تأي نباتويك يتنطن الله شكتو لقه إلهي يبقى سانا سارنا نقاط لم يلد وحمطل ولم يولد لمطل ولم يكن له كفوا أحد كفوا نقمان مجر وحد قالوا أخر نيسى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ وحن مغنقلي برب الفلق الله وحكلا دلاحية أيان مغنقلي من شر ما شيشرتي أياك مغنقلي خلق أو أبوري ومن شر غاسق هبين كشرتي سانك مغنقلي إذا وقب مرك أوصوكرا أم أمكتي ومن شر نفاثات كو وحف أفوف في العقد كل ذهد حذودا وسعر كئي وحيابها مركا لمدكا ومن شر حاسد حاسد شتي سأيا كما قنقلي إذا حسد. قل أعوذ برب الناس وحن مغنقلي ذاتك ربي قوذ ملك الناس بقرك ذاتك إله الناس إلهي ذاتك وحن كما قنقلي من شر الوسواس مدك وحوسواس يشرتي سأل خناس روم شرطا قبلوا استاق بضن الذي كاسو يوسوس في صدور الناس
dadka laabahooda waswaasiyo oo min aljinnati wannaasi jinni iyo insi ah bacda kulli salaatin salaad kasta gadaalkeeda intaa ka gadaal waxaad akhrinaysaa allaahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum laa ta'khuduhu sinatun walaa nawmun waa aayatu lkursi allaahu ilaahay laa ilaaha ilaah ma jira ilaa huwa asaga maahane alxayu alqayuum allaxayi ah oo nool waayo noloshiisu ay daa'imtaho dhammaanayn alqayuum alla maamulo u taagan waaye koonkiisa laa ta'khuduhu ma qabata ilaahay sinatun gamaanyo walaa nawmun iyo hurda weynba lahu waxaa u sugnaatay maa fi samaawaati wamaa fi lardi samaawaatkii arlada waxaa ku sugan ee mandaladii kee waaye midka yashfacu ka shafeeci kara cindahu ilaahay agtiisa ma jira ilaa biidnihi ilaa ilaahay idinkiisa maahane yaclamu wuxuu og yahay maa bayna aydiihim waxa dadka hortooda ahaadii wamaa khalfahum walaa yuxiituuna bishay-in shay ma koobi karaan oo min cilmihi cilmigiisa ilaa bimaa shaaa wixii asaga uu doono maahane wasica wuu ka waasic noqday kursiyuhu ilaahay kursigiisa assamaawaati waalarda samaawaatkii arlada ayuu ka weyn yahay walaa ya-uuduhu mana dhibta ilaahay xifdahumaa ilaalintooda wahuwa alcaliyu alcadiim alla sareeya oo weyn waayo kursigan sidiisaa loo dhaafaa ilaahay kursi ayaa u sugnaaday sidiisaa loo aaminaa waa istawaha oo kale waa shay macluuma oo taabit oo kitaabkii xaadiista ku sugan sidooda in loo aamino loo maro ay waajib tahay kursigu suugu yaalaa iyo maxaa laga sameeyey alwaax miya iyo kulli mamnuuc waayo su-aasha waa la aaminaa sideedaana loo gudbaa lama yaqaana cilmigeeda ilaa ilaahay maahane subxaana wa tacaala caqiba kulli salaatin ayaad kursi akhrinaysaa salaad kasta gadaasheeda waxaad kaloo dhahaysaa laa ilaaha ila allaahu waxdahu laa shariika lah ilaahay meehe alla kale ma jira xaqnimo lagu caabudo keligii asagoo ahoo shirki lahayn lahu mulk lahu lmulku mulki ayaa u sugnaaday ilaahay walahu lxamd mahadna asagaa iskale yuxyii waa nooleeyaa qofkuu doono wa yumiitu waa dilaa qofka uu rabo wahuwa calaa kulli shayin qadiir shay kastaa waa kari karaa cashara maraatin toban mar dheh bacda salaati lmaqribi waasubxi salaada subxeed iyo salaada maqribkaa ka gadaal toban mar ayaad dhahaysaa laa ilaaha ila allaahu waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu lxamdu yuxyii wa yumiitu wahuwa calaa kulli shayin qadiir inta ka gadaal waxaad dhahaysaa allaahuma inii asaluka cilman naafican wa risqan tayiban wa camalan mutaqabbalan waa bacda asalaami min salaati alfajri waa salaada subax marka laga salaama noqsada ka gadaal allaahuma inii as'aluka ilaahu waxaan ku su'aalanaa cilman naafican cilmi waxtar laho xumaan naga reebo kheyrka na tusiya janno aan ku gaarno cadaabka naga teeda wa risqan tayiban risqi tayiba ayaan ku su'aalanaa ha badnaada ha yaraada waa risqi xalaal ah wa camalan mutaqabbalan iyo camal la aqbale camal fara badan oo la qabto lagugu soo tuuro faa'iido uu leeyahay markaa malaha ducaa salaati istikhaara waxaan gelaynaa salaada lagu magacaabo salaadii istikhaarada ducadeeda istikhaarada waa salaad la tugto qofku markuu arin damco matalan waxaad damacday inaad safarto waxaad damacday inaad guurto waxaad damacday inaad guursato dadka wax faaliyaha u tegin haddii naagtaanaan rabaa ii fiiriyo burjigeeda ma ii dhalaysaa ma samay waa xaaraam waana mamnuuc ilaahaaga la tasho maxaa samaynaysaa marka qaala jaabiru jaabir ibni cabdillaahi wuxuu dhahay radia allaahu canhuma asi iyo aabbiiba allah ka raadi noqdee kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam yucallimuna alistikhaara istikhaarada ayuu dhambari jiray fi lumuuri kulliha umuuraha dhammaantood inaan u istikhaaraysana kamaa yucallimunaa assuurata min alqur'aani sida uu noo beri jiray suurad qur'aanka ka mid ah sida qur'aanka suuradaheeda uu noo beray ayuu istikhaarada noo beri jiray nebiga istikhaarada inay ahmiyad weyn leedahaad ka fahmaysaa yaquulu wuxuu dhahayay nebiga idaa hamma hadduu damca axadukum axadkiin bilamri amar hadduu damca falyarkac ragcatayni laba ragcadood ha tukado sharad qabri ha ka gala maanta taala haddaan arin damacna horta hore sheekhay sharad laga gala waayo rasuulkuna wuxuu leeyahay falyarkac ragcatayn boqorkii ku uumay hor istaag oo waxba aan ka caajisaynin min hayri alfariidati oon waajibka ahayn waa laba ragcadood oo sunnaa uma liyaqul intaa ka gadaal ha dhaho allaahuma ilaahiyow inii anigu astakiiruka waxaan kaaga kheyr dalbanayaa bicilmika cilmigaaga
marka labadii rakacadood tukato ducada ku ducayso waa markaa salaada dhamaysa kadib thumma liyaqul ka gadaal hadaro allahumma ilaahiyo inii anigu astaqiiruka waxaan kaaga kheyr dalbanayaa bicilmika cilmigaaga waastaqdiruka waxaan kaaga qudrad iyo awood weydiisanaa biqudratika qudradaada iyo awooddaada ayaan kugu su'aalanaa wa as'aluka waxaan ku weydiisanayaa min fadlika alcadiimi fadligaaga cadiimka ayaan ku weydiisanayaa fa innaka taqdiru ilaahayow adigu waad kartaa walaa aqdiru ani ma karo xaaladan aan rabo inaan sameeyo adaa awood u leh ani awooddeeda melihi daciif ayaan ahay antum unnaas ya ayuha annaasu antum alfuqaraa ila allah wallahu huwa alghaniyu alxamiid tabarteeda adaa leh ani melihi wa taclamu waad og tahay inay khayr ii tahay iyo inaysan ii ahayn arrintan aan rabo walaa aclamu ani ma ogi wax aan kala ogahay malaha wa anta callaamu alghuyuubi qeybyaalkoo dhan caalimkoodaa tahay allaahumma ilaahayow in kunta haddii aad tahay waaba tahay taclamu mid og anna hada alamr amarkaanee kana wayusamii xaajatahu dantiisu meesha ku magacaaba anna hada alamr meesha ku qoran tahay ayaad tahaysaa anna hada alnikaax guurkan aan raba inaan galo safarkan aan raba inaan galo tijaaradan aan raba inaan galo shaqadan aan raba inaan galo haddii ay ii tahay khayru lii mid khayr ii ah ani fii diini wa macaashi wa caaqibati amri diinkayga noloshayda iyo ciribtayda dambaba ow amase qaale wuxuu yidhi nebiga caajilihi wa aajilihi arrintiisa kiisa soo degdega iyo kiisa daahaba hadduu kheyr iigu jiro faqdurhu lii allow ii qadar wayasirhu lii ii fududay thumma baarig lii fiihi ka gadaalna ii barakey duco qiimo badan waayo wa in kunta haddiise aad tahay ilaahayo waaba tahay taclamu mid og anna hada alamra amarkan ee kan ah sharu lii inuu shar ii yahay fii diinii wa macaashii wa caaqibati amri diinkayga iyo noloshaydii ciribtayda dambe ow qaala caajilihi wa aajilihi kiisa soo degdega iyo kiisa daahaba hadduu shar ii yahay fasarifhu cannii ilaahayow iga iil wasarifnii canhu anigana xaggiisa iga iil arrintana ha ii keenin anigana yaan u tegin ilaahayow culays iga saar waqdur liya alkhayra khayrka ii qadar xaysu kaana meesha uu yahay thumma ardinii bihi kadibna iga raali noqo kadibna ilaahayow khayrkaa iga raali noqo wamaa nadama ma nadaamoodo mashallaaya man istaqaara alkhaaliqa qofkii khaaliqa istiqaara u samaysta oo washaawara la tashada almakhluuqiina almu'miniina dadka makhluuqa ah ee mu'miniintaa la tashada watatabbata fii amrihi amarkiisa markaa ku sugto liannahu faqad qaala subxaanahu ilaahay wuxuu yidhi washaawirhum fi lamri mu'miniinta amarka kala tasha fa idaa casabta haddaad go'aan gaartood arrin goosata fa tawakkal cala allah ilaahay talada u dhiiba subxaanahu wa tacaala adkaaru asabaaxi waalmasaa'i adkaartii ayaan ka gelaynaa meesha subax iyo galab la akhriya alxamdu lilaahi waxdahu wasalaatu wasalaamu calaa man nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaata shakhsi laa nabiya bacdahu nebi aan gadaashiisa ka dambaynin waa nebi moxamed acuudu billaahi waxaan ka magangelayaa ilaahay min ashayaani arajiim waxaad akhrinaysaa allaahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum laa ta'khuduhu sinatun walaa nawm ilaa aakhirkeeda waa soo fasirnay waxaad kaloo akhrinaysaa bismi illaahi araxmaani araxiim qul huwa allaahu axadun allaahu samad ilaa aakhirkeeda waa soo fasirnay waxaad kaloo akhrinaysaa subaxdii qul acuudu birabbi alfalaqi ilaa aakhirka qul acuudu birabbi annaas ilaa aakhirka thalaatha maraad ayaad marka akhrinaysaa intaa ka gadal waxaad dhahaysaa asbaxnaa wa asbaxa almulku lilaahi waa markaad waaberiisata asbaxnaa subxeesanay wa asbaxa almulku mulkiga iyo maamulka iyo madaxtinimada lilaahi bay la waaberiisatay subxaanahu wa tacaala weli maamulka ilaahay baa iskale lagama qaadin mana la afgembinin mana la afgembin doono subxaana wa tacaala wa asbaxa almulku lilaahi walxamdu lilaah ilaahay baa mahad iskale laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir rabbi rabbiyow as'aluka waxaan ku su'aalanaa khayra maa fii hada alyowm
يوم كان إكنا خيرك قد احجر وخير ما بعده خيرك كتبدي وأعوذ بك الله وحن كان مجنجل يا من شر هذا من شر ما في هذا اليوم يوم كان إكنا شرتيسي وشر ما بعده شرت كتبدي ربي ربي يوم أعوذ بك وحن كان مجنجل من الكسل وهسي وهسيقان ووهسي دين تلقى وهسده ووهسي صلاة تلقى وهسده إيه وحوال بقو خير آه إلين أدين الله نوهك علي صلاة دوكذا واك وهسنا أدين شاك إيه وحيالك لأن الله وعنيا ميلك لأن وهو أردنا مرك أعوذ بك من الكسل ووهسي وسوء الكبري هذين نموين عوحن أيان كان مغان غالي كبر وصوت الماني وتأقبو أخوحن هير أيضاتكو كون عاني كونان قعل كاكيري الله طوغا إنوسن إلاكو كارسينين لحي يصدح يلحز صنع يلغو فصراء إلى النبي إلهي أيو كبغا قلي جري سيدا درس دادو قرد التيوى لحنا يصدح صنع ربي ربي يو أعوذ بك وحان كاما قلي من عذاب عذاب أو في النار نار تدحه وعذاب في القبر عذاب قبر تحديثا وحد قلو نهيسا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا الله أذان قو سبحي صني أذان نقو قلبي صنينا وبك نحيا أذان قو نولنا وبك نموت أذان قو نمنينا وإليك النشور أرورك يقول كان حقاق أهذي وحد قلو نهيسا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت أذا يا ربي جاي أياتي أذميه الله كلمة جرى خلقتني واقي أنطي وأنا عبدك أني أدونك أغان أهي وأنا على عهدك أني قبلت هذا كجرى إيو وعدك يبوها ما استطعت إنت أوذك أعوذ بك إلا وحن كان مجنجل من شر ما صنعت شرتي أن سمي أبوء لك وحن قو اعتراف يا أوقو قرن يا أذيك بنعمتك نم عذاب علي كركيك آدي الشيء أي رب قو اعتراف يا وأبوء وحن كلو قو قرن يا بذنب ذنبك إلى ذنبيلا أهي فاغفر لي إي ذنب طاب فإنه لا يغفر الذنوب محايا لذنبك من طاف إلا أنت أذيك ماهيني بادر الدب ما طاف قبر الله قد وحد وحكي سيئ وعيابك لأد جيسنا الدب ما كو طاف سيدا الدب تتعلي ميه عدك لو دب تيجيك طاف كرمالها أحد كنيسة مآذي أو بادر يليه ما يئي دب طاف إلان وأطان أنوك لأ أدو كوبا هيا الدب طاف كاقر باهي أقبا يفغفر لي إله إيطا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت عدي ميه عدك لنا دب تيجيك ما طاف قبر الله قرقوتنا انت زيارة لكارو قفكي من نفكي نو طافرك اللي قد دبتكو ذا والا نافيها لك لطري رواي حالة نوع سوابين اللهم إلهي يو إني أنيو أصبحت وصبحستي أشهدك وحن مرقاتك نقيا وأشهد وعن قلو مرقبك نقيا حملة عرشك ملائكة عرشك حمارسا إيو ملائكتك ملائكة عظم إيو جميع خلقك خلقك أعلم أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا محمد عبدك ورسولك إنه يهي أربع مرات أفر مر أيام نهيسا وعد قالوا نهيسا اللهم ما أصبح بي إلهي وحي أني إقوى بريستي أنو هيستأو من نعمة نمعة أو بأحد من خلقك أما أحد خلقك كبير وحي نمعوي هيستان فمنك حقاك أيو كيمد وحدك كلك لا شريك لك أذو شرك لهين فلك الحمد أذا مهد إسكال ولك الشكر شكرنا أذيقو كوسر ناضي اللهم عافيني إلهي يوعفي في بدني بدنك عافي ما تيسي جرد إي عذرك إيقا بطي أحد عافي كرام مالي اللهم عافيني في بدني إله بدنك إيقا إي عافي سي أنكو عابد أن صلاة سفي عن أتك دواي إماها إنا عيار أنطلطن قبيل قدق اللهم اللهم عافيني إلهي يو إي عافي ما تي في صنعي نجهيك عذر أيا كبطو حن إي فزك إي أسن كن نجيستاي إلهي يو سي أن خيرك إي وناك أقول نجيست إي دينك اللهم عافيني إلهي يو إي عافي ما تي في بصري إنهيك حمانا كفيريا وحن ربا إنا خيرك وأذيك سدي إي عافي حمان طورنا إي يقول ليه وناك لا إله إلا أنت عظيمه اللك لمجره اللهم إني أعوذ بك إله وحن كامغان قال من الكفر قالني كفر آد إلهي أقون سويسو ربك آد قزو كسي ويسو هدي الله ودوه إلهي آمن إتصو إتابسي آد حضو تاسان كامغان قال إلهي يو إيو الفقر فخيرتني ما أيان كامغان قال فقر وحيي هي هربيت آد إلو ذا أيوكو قرسينا وأعوذ بك وحان كامغان قال من عذاب القبر قبر عذاب كيس لا إله إلا أنت أذمئه اللك لمجر ثلاث مرات وعكلوا نيسا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات
تضوامر حسبي الله إلهي يغفلا إلى ليك لأم بهني وردي أم بهني حسبي كافي وإلهي لا إله إلا هو أستغميه منك المجر عليه توكلت كركي سأيان طلد أدبتي وهو رب العرش العظيم عرشك عظيم كربك سوايا اللهم إني أسألك العفو والعافية إله وحنك سؤالنا عفني عافماته في الدنيا والآخرة هذه جسدك عافمات لك سيئة سررت أكسوك عيسو مع ذلك دمدك أغلقا في غير الدنيا من آخرة قيستا اللهم إلهي إني أني أسألك وحنك سؤالنا العفو والعافية في ديني ودنياي عافماتي عافين أدينك أدونك وأهلي أهلك أهلي ومالي حوله وهي هذه عافمات لك سيئة دينك أو سيحي عن أن الله أعابده أدونك أن لك غنبين أهلك وحاسك إلمهك إكو ونكسنا ذات مالك وحتبتي مشاكل أوسكو أهين حرام يهرب أوسنكو إيمان غير أدوني من آخر لك سيئة اللهم استر عوراتي إلهي وعور سعطانه عور ذي ذا أستر وآمن روعاتي عبس ذي ذا إلهي وأمن قلي اللهم احفظني من بين يدي إلى هرتي ذا حفظي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي بلح ذي ذي ملك ذا ومن فوقي يكركي قبا وأعوذ بعظمتك عظم ذا أيا كما قلي أن أغطال من تحتي إن هسلي قطفو وغطال من تحتي وحادعك تئلو لجيضا نلقع وحلا تهاجرا مع ذلك إنو إلهي نلقع كلقوي أمن الكرير يماضا ضغوص آدو إنتا صوتا ربا وأذاك أمكا قالي اللهم إلهي عالم الغيب غيب عالم قدي والشهادة وحيابا حاضر كهو فاطر السماوات والأرض الله السماوات الله أبو رو رب كل شيء شيء كسربك إسكالي ومليكه الله الملكي يو أشهد وحنقريا أن لا إله إلا أنت أعوذ بك وحنكا بقنقل من شر نفسي نفتي ذا شرتي ذا نفتا ذا وشرالي حمان ميه ونك مربطه خباطل ميه حق مربطه دين لآن ميه دين مربطه سيدا درتي نفسد الله أمارة تنتسو ومن حمان تدك أمرته ومن شر الشيطان شيطان كاكسي درم شرتي سأيان كان بقنقل نفتي شيطان هدي إسهلان وين نماطي إيه وشركه شركي سوى أن أقترف على نفسي إنه نفتي ذا كوكلف سوءا حمان أو أجره إلى مسلم قف مسلم حقه سوء يوجي ذا إنا حمان كفاله تاسا إلهي كاما قلي وعد قلونه سا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله إلهي مجا إيسا قب الله يا الذي الله لا يضر أسدبه مع اسمه مجا إيسا لجرك إيسا شيء شيء في الأرض ولا في السماء وهو البو إلهي مجا إيسا لغترى نقم سوكاره وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاث مرات ربي نما إلهي ما رالي وقال نقضي إسلام كان الدين دين إسلام كان نبي كان نبي محمد نبي نما أيا رالي وقال نقضي يا حي يا قيوم الله حيك أهونال إتاقنا وبرحمتك نحرست هذا أستغيث أيام كوكو قرقر ويدي سنة أصلح لي إي وناج شأني كله شأني كيك أونك ولا تكلني هئيت لصارن إلى نفسي نفسدي ذا طرفة عين هل البرغسي ها إستهن إلى أيدهن إلى هل البرغسي وكوسو نقنا إسمامل إلى ما إسمامل كرو مروا البحال الذي ذا أدق إلى هيو لصعى أصبحنا وأصبح صني وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إلهي إني أسألك وحق سؤالنا خير هذا اليوم مع للتاقير كذا فتحه فرتان كيسة ونسره قوشيس ونوره نوركيس وبركته بركذيس وهداه أنونكيس وأعوذ بك وحنكا مقنقل من شر ما فيه شرط كل حجرتي وشر ما بعده شرط مركاك الضبيس وعقل ونيس أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعن قوة بريسة فطرة الإسلام قوة دينة الإسلام قوة على كلمة الإخلاص كلمة الإخلاص كوى التوحيد كوى على دين نبينا نبينا الدين كيس محمد أها صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم من الذي آبهن إبراهيم حنيفا كصو إلى طيباطل كمسلما حال مسلم أو أها إبراهيم وما كان من المشركين مشركين تمتك من المأهين سبحان الله وبحمده مئة مرة بقول مرأة يا طهيسا سبحان الله إله بانسان وبحمده مهضنا أسقى إسكال لا إله إلا الله
إلهي ما هي الله كلمة جرى وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 10 مرات طبعا مرأة يطهيسا أو مرة واحدة أما هل مر عند الكسل هذه أي هردكو هيسو إلى وصلاة سبح كدبي عند الكسل مرأة لا لا مرك أذي وحوغا وهسي أوكو جيرو هل مر إسكده هذه أفضل عنطاين 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة وابقى المرء إذا أصبح قفقط صبحسته سبحان الله وبحمده إلهي بأن نسان محطة أصائص كلا عدد خلقه إنتو أمور وحلئك ورضا نفسه نفتي سراضها الشذين وزنة عرشه عرشه سزنها إي عليس أوليها إي ومداد كلماته كلمه كيس في الناتور إي فالناتور إن لأك أيو رب مهد سيهي نزهني هاي 3 مرات إذا أيو بها يقفك إذا أصبح مرك أوابريست اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إذا أصبح وعكلونها يا أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله إله بد من أفويتي وأتوب إليه حقي سنصر نغضي 100 مرة في اليوم ما لدي بقول مرة نوحونها أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات إذا أمسى ومركوك لرست اللهم صلي إلهي أم حريص وصلي نبتقري على نبينا نبينا محمد دينها 10 مرات ثمان مرة وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى أعلم.